قصور الغدة الدرقية هو حالة مرضية تنتج عن نقص إفراز هرمون الغدة الدرقية، وحيث أن وظيفة هرمون الغدة الدرقية هو تنظيم عمليات التمثيل الحيوية في الجسم، فإن أعراض قصور الغدة الدرقية تكون عبارة عن تباطؤ في هذه العمليات، مما يؤدي إلى تباطؤ عام في كل وظائف الجسم لا سيما المتعلقة بالنشاط والحيوية. تعتبر أمراض الغدة الدرقية من الأمراض المنتشرة التي قد تؤدي لتقلبات المزاج ولتغييرات مستمرة في طاقتنا اليومية وحماسنا، حيث يعاني الأشخاص المصابون بقصور الغدة الدرقية من التعب والإرهاق المستمر ومن الشعور بانعدام الطاقة، إضافة إلى الإحباط والاكتئاب أو اليأس. وعلى العكس تماماً، فإن فرط الغدة الدرقية سيؤدي للقلق والعصبية وازدياد النشاط والحماس وقلة النوم. يفقد مرضى الغدة الدرقية القدرة على التحكم بدرجة حرارة الجسم، حيث يشعر مرضى قصور الغدة الدرقية بالبرد وعدم القدرة على تحمل البرد. على العكس تماماً، فإن مرضى فرط الغدة الدرقية يشعرون بعدم القدرة على تحمل الحرارة المرتفعة ويعانون من التعرق الزائد. يعود الأمر لخلل في عمليات الأيض المسؤولة عن الحفاظ على التأقلم مع درجة حرارة البيئة. عندما يحدث القصور، فإن الجسم يفرز كميات أكثر من الهرمون المحفز للغدة الدرقية، والذي يحث الغدة الدرقية على العمل أكثر وتعويض القصور. وعندما تستمر حالة القصور ويستمر هرمون TSH في مستويات مرتفعة، فإن هذا يؤدي إلى تضخم حجم الغدة الدرقية. كذلك، فإن أي من أعراض قصور الغدة الدرقية سوف يزداد ما لم يتم علاج ذلك القصور. في حالات القصور الشديد في الغدة الدرقية أو تعرض المريض للإجهاد كتعرضه للبرودة الشديدة أو لعملية جراحية أو التهابات حادة، قد يؤدي إلى حالة نادرة تهدد الحياة تدعى غيبوبة الوذمة المخاطية، والتي تسبب فقدان الوعي وهبوط درجة حرارة الجسم.